اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين حوارنا الشيق جدا مع نجم النادي الاهلي الكابتن مختار. كابتن مختار معانا واحد على التليفون من النجوم اللي حضرتك ضربتهم ودي ليك فضل عليه بعد ربنا سبحانه وتعالى، هو واحد من نجوم النادي الاهلي في الفتره الحاليه، هو الكابتن وليد سليمان. كابتن وليد ازي حضرتك؟ الله يخليك يا كابتن عمر، اخبارك عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الله يخليك، انت معاك طبعا دلوقتي منور الدنيا كابتن مختار، ده ابويا يعني. يا وليد ازيك حبيبي، عامل ايه؟ يا كابتن وليد، كابتن مختار بيسلم عليك. عامل ايه؟ الو؟ عامل ايه يا وليد؟ الله يخليك يا كابتن، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا وليد، وليد ابني يعني، ابن ابني يعني. طبعا يعني الناس ما تعرفش حاجه، انك انت ليك فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك يا وليد، الله يكرمك. اكيد يا كابتن وليد، في مواقف اكيد انت فاكرها كويس جدا وقدام عينيك على طول، لما بتيجي سيره الكابتن مختار او لما بتشوف الكابتن مختار في اللحظه اللي حضرتك كنت موجود فيها في بتروجيت، وزي ما قلت كنتوا ماشيين بشكل كويس جدا، مستوى ومركز في بطوله الدوري، وهو اكيد كان واحد من اللي ليهم دور كبير جدا في تطور مستواك وانتقالك بعد كده للنادي الاهلي. اكيد طبعا الكابتن مختار طور يعني مستوى لعيبه كتير جدا، وكنا بنلعب باسلوب مختلف، والكابتن مختار ليه طرق كتير جدا في اللعب وليه اسلوب حتى في التدريب معين، بيخليك كل فتراتك لعب كوره ولعب سريع وبيحب الكوره الهجوميه. لا كابتن مختار ليه فضل كبير جدا على لعيبه كتير في بتروجيت، وبالاخص على الجيل، اعتبره الجيل الذهبي لبتروجيت. يعني كانت بالنسبه لي انا كانت من احسن فتراتي مع كابتن مختار، وبالنسبه للعيبه كتير جدا ونجوم كتير جدا شاركوا مع كابتن مختار في بتروجيت. يعني ده انا بس الفتره دي احنا زعلانين جدا على بتروجيت والامور اللي بيمر بيها بتروجيت، ظروف صعبه جدا يعني. الفضله ديت يمكن انا برضو يعني فعلا انا بحب الكوره طبعا، بحب العب كوره طبعا، حظي كويس جدا اني كان معايا وليد وكان معايا كام لعيب كوره هايلين جدا طبعا. فعلا الاولاد دولت عملوا يعني طبعا عملوا نقله لبتروجيت غير طبيعي. احنا اول سنه اشتغلنا في الدوري تحت في الدرجه الثانيه، ما كانش معانا وليد. ثاني سنه اللي احنا تصعدنا فيها، اول سنه في الدوري الممتاز، جاب وليد. يعني اتعملنا نقلات هايله جدا جدا طبعا بسبب وليد وكم واحد زمايل. حاجه يعني ما شاء الله. احنا اول سنه طلعنا خدنا المركز السابع، ثاني الخامس، الثالثه الثالث، الرابعه الثالث والرابع، يعني الثالث والرابع احنا اشتركنا مش فاكر كان مع مين يعني. فحاجه كانت فعلا تميز غير طبيعي. وانت كمان لما تكون بتحب حاجه معينه وتجيلك بشكل هايل جدا، وطبعا كان اساسيها ما شاء الله وليد له دور كان كبير جدا طبعًا في هذا الامر. ويعني هو فعلا لما جه اتطور بشكل جدا وطور نفسه بشكل هايل جدا، واكبر دليل للكلام دوت ان هو يعني سنين لعبه كلها فيها تطورات، لدرجه ان هو في النادي الاهلي دلوقتي بقى هو رقم واحد، من يعني رقم واحد. حاجه يعني ما شاء الله، يعني بنتمنى له كل التوفيق يعني. يا كابتن وليد، لو يعني لعيب كبير زي حضرتك واحد من افضل اللعيبه اللي موجودين في مصر حاليا، تقول لنا وتقول للجمهور ايه هي المميزات او اهم المميزات اللي موجوده في شخصيه الكابتن مختار وساعدت الكابتن وليد وكل النجوم اللي كانوا موجودين في بتروجيت في ان هم يطوروا من مستواهم ودايما يكونوا الحصان الاسود في بطوله الدوري الممتاز. الكابتن مختار يعني عايز اقول لك على مستوى شخصي وليد سليمان، اتعلمت من الكابتن مختار حاجات كتير جدا. اتعلمت الالتزام، اتعلمت الصلاه، اتعلمت ان انا اعمل خير، اتعلمت ان انا اكون قريب من ربنا، اتعلمت ان انا ما استعجلش اي حاجه، ان انا اجتهد واخد بالاسباب، وربنا لو كاتب لي حاجه هشوفها. ده على المستوى الشخصي. يعني في الكوره لا، اتعلمت حاجات كتير جدا. يعني كابتن مختار حاجه كبيره جدا ورمز كبير جدا من رموز النادي الاهلي. اتعلمت حاجات كتير جدا في الملعب، واتعلمت لما اكون حتى ما ينفعش وانا بلعب اكون عصبي او كنت متنرفز، اكون هادي عشان اعرف العب واعرف الناس في المستوى او اعرف ابدا زي ما بيقولوا. لا انا حاجات كتير جدا اتعلمتها حتى في حياتي الشخصيه من كابتن مختار. وزي ما قلت ان كابتن مختار بعد ربنا سبحانه وتعالى ليه فضل عليا كتير جدا، وهو دايما على طول بيكلمني وبيسال على والدي وبيسال على اسرتي. يعني لا كابتن مختار بالنسبه لي انا على مستوى الشخصي حاجه كبيره جدا. اتمنى له التوفيق في الانتاج، واتمنى ان كابتن مختار يعني، واتمنى من المسؤولين ان كابتن مختار يستحق ان هو يمسك المنتخب، يمسك النادي الاهلي. كابتن مختار
عنده قدرات كبيره جدا وحاجه كبيره جدا في التسجيل. وانا راجل اشتغلت مع كابتن مختار في البروجيكت، لا كنت افضل فترات حياتنا في البروجيكت، وكل النقاد وكل الناس اللي مسؤوله عن منظومه ده كان في الوقت ده اتكلموا على مستوى بتروجيت ان هو يقدم لنا كوره جميله جدا. يعني كانت الناس بتبقى مبسوطه من الاسماعيلي والكوره اللي كان بيقدمها الاسماعيلي، لكن لما ظهر بتروجيت بالصوره اللي ظهر فيها مع كابتن مختار، لا الناس كانوا بيقولوا لا كوره بتروجيت مختلفه خالص، يعني حاجه اوروبيه. يعني كابتن وليد شرفتنا ونورتنا، وفعلا كنا مستمتعين بالمداخله اللي كانت مع حضرتك، ونتمنى لك التوفيق وترجع بألف مليون سلامه ان شاء الله علشان تقود قافله النادي الاهلي الى الانتصارات والى البطولات.